اليوم تم المصادقة بالإجماع على تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديمية الجهوية جهة الدار البيضاء سطات، بحيث يعني تم تعديل مجموعة من مقتضيات النظام الأساسي الحالي الذي تم إصداره يعني في أقل من سنة، وهذا شيء يعني توفره سلاسة التدبير للمؤسسة العمومية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عبر هيكل قانوني المجلس الإداري، الذي يعني تمكن اليوم من اقتراح يعني من المصادقة على مجموعة ديال يعني البنود ديال النظام الأساسي السابق الحالي، واللي يعني مباشرة بعد المصادقة عليه والتأشير عليه سيتم يعني بدء العمل به، وهذا فيه يعني أصبح صورة طبق الأصل من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عبر يعني هذا النظام الأساسي، وعبر سلاسة التدبير للأكاديمية الجهوية سنتمكن من يعني من تحسين هذا النظام الأساسي وتقديم خدمات يعني إضافية لفائدة نساء ورجال التعليم العاملين يعني بالجهة في إطار يعني النظام الأساسي الأطر الأكاديمية، وهذا يعني دائما في إطار البحث عن الأجود، تمكين يعني الأستاذات والأساتذة من ظروف اشتغال يعني مستقرة وسلاسة في تدبير المسارات المهنية يعني باحترافية، لإعطاء كل فرص لنساء ورجال التعليم بجهة الدار البيضاء سطات. بالنسبة للملاحق العقود، بالنسبة للأساتذة فوج 2016 الذين تم وقعوا على ملاحق العقد يعني توصلوا بأجورهم، هناك مجموعة يعني حوالي 370 ملحق عقد توصلنا به إلى غاية اليوم، وغدا يعني إن شاء الله سيتم يعني إرسال ملفاتهم للخازن قصد أداء الأجور يعني مباشرة بعد 48 ساعة يعني على تقديم الملفات. بالنسبة لباقي الملفات واللي لا تتجاوز 30% يعني من 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 الأساتذة، سيتم يعني بعد المصادقة وبعد التأشير على هذا يعني النظام الأساسي الجديد سيعفون بتاتا يعني من توقيع وتقديم هذه الملاحق، بحيث سيتم إدماجهم مباشرة. وللإشارة فقد اليوم يعني النظام الأساسي الجديد يلغي بتاتا يعني التوظيف بالعقد، و يعني باعتماد نظام جديد للتوظيف الجهوي يعني على غرار باقي موظفي وزارة التربية الوطنية.